إليك أقوى خلطة طبيعية لحرق دهون الجسم وإزالة الكرش من أكثر المشاكل التي تواجه الرجال والنساء في العصر الحديث هي الدهون والوزن الزائد حيث كان في الوقت السابق العديد من المتخصصين في علم التغذية والوزن يستخدمون الرياضة كأفضل حلول من أجل التخلص من الوزن الزائد ولكن ظهر في العصر الحديث البديل عن ممارسة الرياضة وبذل مجهود لحرق الدهون مثل العديد من الخلطات التي لها الفاعلية القوية في التخلص من الدهون والوزن الزائد دون الحاجة إلى أي علاج له العديد من الآثار الجانبية، ويمكنكما تحضير كل هذه الخلطات من الفواكه الطازجة والمواد الطبيعية والأعشاب، والتي لا تضر، إذا لم تفيد فهي من خيرات الطبيعة، مكونات أقوى خلطة طبيعية لحرق الدهون، اليوم أحضرت إليكم أقوى خلطة طبيعية لحرق الدهون، الخلطة الطبيعية الفعالة من أجل حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد وشد الجسم والقضاء أيضا على الكرش عصير الموزة والسبانخ على الرغم من بعض الأقوال الشائعة بالخطأ حول الموزة وما يضر بها الصحة إلا أن للموز سحر كبير في التخلص من الوزن الزائد وإليكم خلطة عصير الموز والسبانخ لتخسيس الجسم عليكم بإحضار قطعة من الموز و200 جرام سبانخ مع ملعقة عسل ونصف كوب من الماء بالإضافة إلى عشرة حبات لوز ثم قم بمزج كل هذه المكونات في الخلاط وتناولهم مرة يوميا سوف تلاحظي تقدم كبير في فقدان الوزن الزائد عصير الموز مع البرتقالة وبذور الكتان قومي بإحضار ثمرة موز مع برتقالة وضيف عليهم ملعقتين من بذور الكتان بالإضافة إلى كوب ماء ويمزج الجميع في الخلاط فهذه الخلطة تساعد على حرق الدهون بشكل كبير جدا بالإضافة إلى الخلطة السابقة يجب شرب ما لا يقل عن لتر ونصف ماء يوميا فهو يساعد على إذابة الدهون وحرقها بشكل كبير وكامل كما أن جميع الخلطات السابقة لا بد أن تكون الفواكه بها طازجة كما يجب تحضيرها قبل الشرب مباشرة ولا يجوز تخزينها لأنها تفقد القيمة الصحية عند التخزين والله تعالى أعلى وأعلم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل أيقونة الجرس ليصلكم كل إشعارات القناة وجزاكم الله كل خير